مركز جودة الحياة نشأ بفكرة كانت تراودني من أكثر من 20 سنة، وكنت أسجلها في المذكرة حقتي، والآن والله الحمد الحلم تحقق بناء على رؤية 2030 من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. الآن بدينا في 5 شباب، والحمد لله النتيجة في خلال مدة قصيرة بدأت تظهر من يعني الأسر، صاروا يعني يقولون لنا أنهم تحسنوا العيال. سوينا برنامج كمان ثاني اللي هم أصدقائهم، وهم اللي صوروني الآن وصورون فيلمنا بكل فخر. الآن نتمنى أن هذه التجربة تعمم على مناطق المملكة، نتأمل الدعم والمساندة لإطلاق برامج أخرى مثل التدخل المبكر، مثل النادي، مثل يوم الجمعة، مثل الإيواء المؤقت. كل هذه مرسوم خطط لها واستراتيجية لها، إن شاء الله نشوفها في القريب العاجل. وشكرا لحضوركم. مركز جودة الحياة نشأ بفكرة كانت تراودني من أكثر من 20 سنة، وكنت أسجلها في المذكرة حقتي، والآن والله الحمد الحلم تحقق بناء على رؤية 2030 من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. الآن بدينا في 5 شباب، والحمد لله النتيجة في خلال مدة قصيرة بدأت تظهر من يعني الأسر، صاروا يعني يقولون لنا أنهم تحسنوا العيال. سوينا برنامج كمان ثاني اللي هم أصدقائهم، وهم اللي صوروني الآن وصورون فيلمنا بكل فخر. الآن نتمنى أن هذه التجربة تعمم على مناطق المملكة، نتأمل الدعم والمساندة لإطلاق برامج أخرى مثل التدخل المبكر، مثل النادي، مثل يوم الجمعة، مثل الإيواء المؤقت. كل هذه مرسوم خطط لها واستراتيجية لها، إن شاء الله نشوفها في القريب العاجل. وشكرا لحضوركم.